ربما لعنات الاصابات اللي كما ذكرنا حرمات المنتخب المغربي من خدمات نصير المزراوي ونيف اكرت بدايه المباراه حكيم، وايضا غياب يعني اللاعب رومان سايس في المباراه. هذا كيعني ان كما ذكر عادل ما كاينش هناك نجم، كاين هناك فريق وكل واحد كيدخل في المباراه كيأدي المسؤوليه الملقاه عليه. واليوم شفنا لاعب اللي كيشارك لاول مره اللي هو اشرف داري، كان بعد يعني نقول واحد التوتر في البدايه لكنه دخل في المباراه بعد ذلك. وشفنا ايضا الدور اللي لعبوا ايضا بدر بنون بعد الدخول ديالو، كل لاعبين ابلوا البلاء الحسن. نعم، بالنسبه للي كان اللي بزاف كاع اللي عطات القيمه هي بالنسبه للاعبين اللي دخلوا لا اللي كاينين في المجموعه، ولا بان عطات واحد القيمه كبيره للاعب المحلي. نعم. يعني البطوله الوطنيه يعني راه كتوفر على لاعبين في المستوى. حنا اللي شفنا يعني بحال اللي دخل كيقضي عطيات الله، تقول راه بحال يلعب حتى هو لعب المونديال ديال 2018. نعم. ودخل جبران، يعني اللي كيدخل بحال اللي كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا كيقضي الغرض. نعم. يعني حتى المنظومه بقات يعني كاين طريقه. وليد بحال اللي قال لك الفيسير مهم، الاجواء اللي شفتيها. يعني حنا كره القدم هي كره جماعيه. نعم. ملي كيكون عندك الفيسير وعندك الطاقم الطبي بحال اللي متفاهمين، الستاف ديالك كل شيء يعني على كلمه واحده ويعني متحدين وكذا، راه غتكون النتيجه. نعم. وديك الشيء اللي شفنا.